ده الهيليكس خلاص، ده الانتي هيليكس خلاص، وبينهم سكافويت فوس. تمام يا دكاترة. خلاص ده الهيليكس، خلاص ده الانتي هيليكس، تحت الانتي هيليكس هنا في الكونك خلاص. طيب ده التريجس والانتي تريجس تمام، والمفروض الحتة اللي تحت دي اللي البنات بتعمل فيها الحلق ده اللوبيول خلاص، الحتة اللي ما فيهاش كارتريج دي ده اللوبيول بتاع الايه تمام. بعد كده دي الاكسترنال اوديتوري ميتس خلاص، الاكسترنال اوديتوري تيوب المفروض ان هي لها جزء كارتريج وجزء بوني تمام كده. بعد كده دي الاكسترنال اير، نخش في الميدل اير. الميدل اير دي اللاترال وول بتاعها ده اللي هو التمبانيك ممبرين خلاص، اللي هو ده ده التمبانيك ممبرين تمام. التمبانيك ممبرين دوت المفروض اللي شده جوه ده، اللي شده جوه وعامل لي الكونكيفيتي دي واحده الهندل بتاع المينوس، واحده من الاوسكلز بتاعت الايه. بس احنا اتفقنا احنا ما عملناش البارتس خلاص. الاوسكلز دي هما ثلاثه تمام، ميلس وانكس وستيبس اللي هي دي خلاص تمام، ميلس وانكس وستيبس ماشي كده خلاص. بالنسبه للانر اير هي مش عليكم، هي الاجزاء بتاعتها اللي هي اللي عامله زي القوقعه دي اسمها كوكليا خلاص، ستيبيول، وبعد كده دول في سيركلر كمان خلاص، في واحده لاترال وواحده سوبيريور وواحده بوستيرير تمام. بس هو مش عليكم، انا ما لقيتهمش في الكتاب خالص تمام. في كوكليا وستيبيول وسيمي سيركلر كمان، طبعا ده ستيبي وكوكليا نير ماشي. المفروض الروف بتاع الروف بتاع الميدل اير ده معمول بحاجه اسمها تيجمنت البناي، دي حته كده في الميدل كرانيال في الصابون عظمه تيجمنت البناي خلاص. وتحت المفروض كان في الانترنال جاكولار فين والانترنال كاروتيد خلاص كده. مش شايفين يا تمام الفين اهو، وده الخط خلاص.